كل سنة وانت طيب. ميرسي. 2018 اكتر عمل كده كان مقرب لقلبي. كان مقرب لقلبي سلسلة الدم من اكتر الحاجات اللي عملتها في 2018، حبيتها قوي. اه طبعا سلسلة الدم اخد مني مجهود جامد، لان كان معظمه بيتصور في الصحراء، وهو كان مسلسل كان درامي قوي، فاخد مجهود فعلا. 2019 ان شاء الله لسه جاية، ولسه بنحضر لها حاجات عشان رمضان. ان شاء الله سنة حلوة عليكم وسنة جميلة يا رب.